أطفال كأشجار الأرز، قد تحرق الحرب أوراقها لكنها لن تتمكن من اقتلاع جذورها يوماً، يتعطشون لابتسامة تعيد ترميم قلوبهم الذابلة وتمحو من ذاكرتهم مشاهد القتل والدمار والقصف، تبني مجدداً مدينتهم الجميلة التي لم يعرفوا سواها. كريستي ككثير من أهل لبنان الذين أرادوا تقديم أقصى ما يملكونه للتخفيف عن الفارين من الحرب، علهم يستطيعون محو ذلك الكابوس من أحلام أطفالهم وإعادة رسم البسمة فوق شفاههم مجدداً. لأن هذه ربما هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع من خلالها المساعدة، ومن خلال المساعدة بأي طريقة سيحدث ذلك فرقاً بغض النظر عن مدى صغر اللفتة. إن رؤية الأطفال سعداء تجعلني أيضاً سعيدة وتجلب لي الفرح، كما تجلب لي الراحة لأنني قادرة على المساعدة بطريقتي الخاصة، لكنه كما تعلمون من أجل رفاهية الطفل وإعادة ثقته بنفسه. لم تكن الحياة بذلك الرفق الذي ظنه أطفال لبنان دوماً، فلم يعتقد هؤلاء الأبرياء أن هناك احتلالاً غاشماً يخبئ لهم خلف مستقبل غامض آلاف المخططات والأحلام المفخخة، رغبة في سرقة وطنهم وأرضهم وتشريد عائلاتهم وذويهم.